عن الأم وما تعانيه في سبيل أبنائها وبناتها. الأم حب وعطاء ليس يعطيه بشر. حملت زهورا تسعة بين التمرد والضجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر. مهما أقدم من هدايا أو حلي أو ضرر، لا أوفيها حق الرضاعة والمشقة والسهر. فهي نداء محبة وبحبها المولى أمر. هي فرحتي وسعادتي وأنا لها نور البصر. وإذا الظلام أحاطني فالأم لي ضوء القمر، ودعاء أمي رحمة تحمي إذا حل الخطر. حقا علي أعزها وأودها وقت الكبر. شكرا.